مساء الخير. في ظل الظروف الحاصلة الحين في أرض فلسطين، وربما في الأحداث الأخيرة اللي صارت بقصف مشفى في قطاع غزة، تعالت الأصوات العالمية مطالبة بتحريك الجهود الدولية لوقف هذه الإبادة، وتعالت الأصوات في الوطن العربي بشكل حاد جدا ضد القيادات العربية على أساس تتحرك لوقف هذا النزيف والاستنزاف في المشاعر وفي الدماء، يعني أمر مزعج جدا للجميع. لكن أيضا مع هذه المطالبات وهذه النداءات يترافق للأسف حالة من الإحباط واليأس، وأن العدو يعني ينتقم منا وينتصر بشكل أو بآخر. في الواقع أنا أعتقد أن عدم يعني اتخاذ القيادات العربية أي ردة فعل اتجاه الحاصل هذا أمر صحي، يعني وصحته لأن الله عز وجل وعد في القرآن بأن بني إسرائيل سيغيثون في الأرض فسادا، وهذا الإعاثة بمعنى يمعنون في الفساد، يمعنون إمعان بشكل مدقع، ويرافق هذا الظلم المدقع والفج خذلان للناس المرابطين في أرض فلسطين. وهذا أيضا كما شرح حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الحديث اللي يمكن مر على الجميع وأغلبكم يعرفونه، اللي هو عن حال الأمة أول هذا الأمر نبوة ثم خلافة ثم ملك ثم إمارة، ويتبع كل هذه الأشياء خير، ثم تتكادمون على تكادم الحمير. النبي يقول يعني نوصل مرحلة نحن في الناس اللي تحكم المسلمين يترافسون مثل الحمير على الحكم. أرفق النبي مع هذا الحديث أن فعليكم بالجهاد، لما تشوفوا الناس الحكم الجبري هذا عليكم بالجهاد، وأن خير جهادكم أو رباطكم عسقلان. الجهاد هنا اللي الرسول بشر فيه أو قال عنه، وهي من علامات نبوته، يعني يتحدث عن شيء فعلا حاصل. عسقلان هي المنطقة اللي تقع فيها قطاع غزة. قطاع غزة ما كان أساسا، كان مجرد قرية في زمن اللي كان فيه النبي. أساسا لحد 20 سنة طافت قطاع غزة يعتبر قطاع صغير، يعني في 150 ألف نسمة، تزايد هذا العدد أو السكان بعد نزوح الفلسطينيين المهجرين إلى قطاع غزة. على أي حال النبي يعني قال أن هؤلاء الناس اللي رابطوا، وإذا تلاحظوا النبي قال الرباط، والرباط هو عكس الإقدام، يعني عكس أن نحن نروح نهاجم، لا نحن ندافع نرابط نقف في وجه العدو. وخير رباطكم عسقلان. وهنا يقول النبي أن هؤلاء الناس لا يضرهم من خذلهم، يعني ما يتزعزع ولا يهنوا ولا يضعفوا مهما ما خذلهم العالم، لأن في هذا التوقيت، في هذه ذروة الصراع اللي يفترض يصير الانقلاب، الانقلاب في الموازين، الانقلاب في الأحداث، الانقلاب في النتائج، الانقلاب في ظهور الحق ودحور الباطل وأفوله. يعني لو صار خلاف ذلك صدقوني نحن نرجع مرة أخرى إلى نفس دوامة الفراغ اللي كنا نعيشها من 78 سنة. كل ما ظهرت أو ظهر شكل من أشكال المقاومة لهذا يعني الكيان المحتل، سواء كان مقاومة من أرض فلسطين أو مقاومة من الجيوش العربية، العرب خاضوا حروب مع الكيان الصهيوني، كان يعقب ذلك نكبات أو يعقبها اتفاقيات تكون قاسمة أكثر من ما يعني وظالمة أكثر من ما أنها فيها انتصار لنا. يعني فأنتوا إيش تريدوا؟ تريدوا نرجع لنفس الدوام أن مرة أخرى اتفاقيات وسلام ويعيث بعدين الكيان الصهيوني فينا فساد ويطلعنا اللي طلعنا خلال 70 السنة اللي طافت من صراعات بيننا نحن العرب أنفسنا، ويطلعون داعش وماعش ويخونونا ويصهينون جزء كبير من شعوبنا ونفقد حسنة تجاه القضية، ويبدوهم يظلموا مرة أخرى في إخواننا الفلسطيني، ونرجع لنفس الدوامة وبعد سنتين نشجب ونندب وينتهي الموضوع. أعتقد اللي حاصل الحين هو بشارة
بشارة أن اللي وعد فيه الله عز وجل واللي وعد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد يحصل أمام أعيننا. هذا بشارة لنا، لأن إن 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 ربما نحن هذا الجيل سنشهد النصر. بخلاف ذلك مثل ما قلت بنرجع لنقطة الصفر، وستكون النتائج سيئة جدا. هذه الحرب لا يجب أن تتوقف بمعاهدات سلام. طوفان الأقصى هو حرب تحرير، علينا جميعا أن نصبر ونصابر ويعني ونتجلد بالصبر ونوحد الصف بالدعاء. أعتقد في الوقت الراهن ما المطلوب من الجميع حمل السلاح، يعني مطلوب السلاح الحين في ايدينا عن طريق نشر الوعي للعالم كل بهذه القضية. والفلسطينيين أقدر وأصبر منا، في الله عز وجل هيئهم لهذا الحدث الجلل بأنهم يقاموا هذا المحتل، والمحتل أوهن وأضعف من أن أيضا يقضي على يعني إرادة الشعب الفلسطيني بكثير. فعل ونكل ويا ما أكثر تنكيلا من التهجير، ماشي يعني تم تهجير الفلسطينيين من عام 48، لكن ولا واحد منهم نسل أنه يرجع لبلاده ولدارة. كل الفلسطينيين لا زالوا كلهم لو هجروا يحملوا مفاتيحهم في جيوبهم عائدون. فرسالتي لنا جميعا أن لا نوهن ولا نضعف، ومهما أمعن العدو ومهما خذل يعني خذلتنا القيادات العربية والعالمية، هذا هي بشارة الانتصار. لأن أي شيء خلاف ذلك مثل ما قلت هو شيء مؤشر سيء وسلبي، ومعناته نحن بنرجع مرة ثانية إلى نقطة الصفر اللي ما نتمنى نرجع لها بعد كل الذي صار. يعني هذه بشارة خير للناس اللي تتمنى أنهم يشهدوا النصر، لأن هذه الذروة اللي واصلينها من معان الظالم والعدو في جرم، وأيضا وصول الخذلان إلى ذروته تنقلب الموازين ويظهر الله الحق وينصر المظلوم. وما ذلك على الله بعزيز وكان وعدا مفعولا، وألا أن نصر الله قريب إن شاء الله تعالى. ثبتوا ووحدوا الدعاء، وأيضا في نفس الوقت اربطوا على قلوبكم بالصبر، وأن لا تنزعجوا بكثر ما تستبشروا، استبشروا خير. وإن شاء الله تعالى يعني هذه هذا الحالة من الثوران العالمي لهذه القضية ستكون نتائجها إيجابية على جميع المستويات، على الأرض في فلسطين، وعلى أرواحنا المجهدة المتعبة اللي صار لها 78 سنة تنتظر هذا أو أكثر تنتظر هذا النصر. وبإذن الله تعالى بإذن الله سيتحقق وعد الله، وسينتصر الخير على الشر مهما حصل، مهما طال الأمد، ومهما أمعن الظالم في ظلمه. ولأن ما في جبار في 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 الوجود كله انتصر، ما في. هتلر قتل 50 مليون نسمة عن جهيده، في النهاية مات منتحرا، يعني ما في جبار ينتصر، مات منتحرا. وخسرت ألمانيا كل الحرب، يعني اللي هي حروبها الأولى والثانية، لأنها كانت معتدية وبادئة في هذا الأمر. حتى لما قتلوا 50 مليون خرجت مهزومة من الحروب. فلا تخافوا من بطش الجبار، لأن كيد الجبار ضعيف وسيندحر. ولا تهنوا وتشعروا بالخذلان من القيادات العربية، لأن هذا المفروض يصير كما قال النبي، يعني ما هم من خذلهم. وألا أن نصر الله قريب إن شاء الله تعالى. كل التحية.